شأن آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن فريق مكافحة كورونا سيعمل على توزيع 100 مليون جرعة لقاح، مؤكدا أن الشركات متعاونة بشأن لقاحات كورونا. ودفعت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار بالفعل لشراء 100 مليون جرعة من جونسون أند جونسون، ولها أفضلية شراء 200 مليون جرعة إضافية. ويعمل بايدن على الإسراع في عملية التلقيح منذ تولي الرئاسة، حيث أودى وباء كورونا بحياة أكثر من 528 ألفا في الولايات المتحدة. يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ومستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي مع وزير الخارجية الصيني الأسبوع المقبل، ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض. وسيتحدث أنتوني بلينكين وجيك سوليفان في 18 من مارس مع الدبلوماسي الصيني البارز يانغ جي تشي ووزير الخارجية وانغ يي، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء. وسيجرى اللقاء في أنكوراج بألاسكا على طريق العودة للوزير الخارجية الأمريكي من رحلة إلى اليابان وكوريا الجنوبية. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيري الخارجية أنتوني بلينكين والدفاع لويد أوستن سيتوجهان إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل. وكتب بلينكين في تغريدة قائلا إن الرحلة تهدف إلى التأكيد على السلام والأمان والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي في كافة أنحاء العالم أيضا. هاتفيا لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت محمود ريا، مدير موقع الصين بعيون عربية. سيد محمود، أرحب بك إلى هذه الجولة. بداية، حدثنا عن الرسائل المراد توصيلها من هذه الزيارات وهذا التبادل في هذا التوقيت تحديدا. لابد من لقاءات رسمية تعقد بين الجانبين الصيني والأمريكي لبحث كيفية إعادة العلاقات بين البلدين إلى الفكرة الصحيحة بعد التوترات التي سادتها خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. رغم أن ما يبديه الرئيس الحالي وإدارته بايدن ليس إيجابيا كثيرا في العلاقة الصينية الأمريكية، ولكن لابد من تنظيم الخلاف على الأقل. وهذه اللقاءات تأتي في إطار هذه المحاولات لتنظيم الخلاف ولوضع قواعد أساسية للعلاقات بين القوتين الكبيرتين اللتين تكونان القوتان الأكبر في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وهذه اللقاءات ستسمح بالتأكيد في تحسين العلاقات وفي إيجاد حلول للكثير من الخلافات الموجودة بين البلدين. طيب، هل من مؤشرات في هذا الصدد عن انفراجة يعني كما تحدثت سيد محمود، وما هي هذه المؤشرات؟ في الحقيقة ليس هناك يعني أمل كبير في انفراج يعني مطلق للخلافات أو للتوترات الموجودة، لأن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول الانسحاب على الأقل تدريجيا من التصعيد الكبير الذي كان تقوم به الإدارة السابقة، وإيجاد سبيل آخر للتعامل مع الصين هو ما سماه الرئيس بايدن التعاون من خلال التنافس أو التنافس من خلال التعاون. وهذا الأمر يفرض يعني تصعيدا أمريكيا ولكن بنعومة كما هو حال الإدارات الديمقراطية وليس بالطريقة الفزة التي كانت تعتمدها إدارة دونالد ترامب. هذا قد يكون أخطر على الصين، ولكن الصين تتعامل معه بروية وبهدوء وتنتظر ما هو قادم لكي تبني على شيء مقتضاه ولكي تضع القواعد للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قال الصين أن التعاون وقال الرئيس الصيني التعاون سيكون مفيدا للبلدين، ولكن الصدام سيكون كارثة على البلدين وعلى الإنسانية كلها وليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الصين. طيب سيد محمود، هذا الانسحاب التدريجي الناعم الذي ذكرته، ما آلياته وكيف ستكون آليات الصين في الرد الذي تحدثت عنه أيضا؟ نتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أكثر نعومة في الألفاظ وفي طريقة الدبلوماسية لإثارة المخاوف وإثارة لنأخذ التوترات المدروسه مع الصين، فيما يتعلق بتايوان، ببحر الصين الجنوبي، بشينجيانغ
ما يسمى اخلاق حقوق الانسان بالتبع بكل هذه بهونغ كونغ ايضا، كل هذه الملفات التي تحاول الولايات المتحده الامريكيه اللعب بها من اجل احتواء الصين ومنعها من استمرار يعني مواصله الصعود الذي تقوم به، الصعود الصاروخي فعلا الذي تقوم به. ولكن سيكون هذا برفض حسن وبطريقه ناعمه. مقابل ذلك الصين تقول انها مستعده لملاقاه الولايات المتحده الامريكيه في اي طريقه تستخدمها او تختارها للتعامل مع الصين، وتفضل ان تكون طريقه التعاون ما تسميها الصين ما تطلق عليه بناء مجتمع المصير المشترك البشريه وسياسه رابح رابح، وليس سياسه الهيمنه التي تحاول الولايات المتحده الامريكيه كما تقول الادبيه الصينيه فرضها على دول العالم. طيب اثناء حديثك سيد محمود ذكرت مساله هونغ كونغ، وقد كان هناك تصويت في الصين بشان هذه القضيه، كيف كان صدى هذا التصويت؟ يعني الصين تعتبر ان هونغ كونغ هي قضيه داخليه محض ولا يمكن لاي دوله اخرى تدخل فيها، وهذا ما يقره القانون الدولي، لان هونغ كونغ هي منطقه صينيه كانت تحتلها بريطانيا واعادتها بشكل رسمي خلال القرن الماضي، ولكن اواخر القرن الماضي، ولكن هناك تدخلات بريطانيه وامريكيه بشكل دائم من اجل استخدام قضيه هونغ كونغ وايضا قضيه تايوان للحرقه ولاثاره المشاكل في وجه الصين والادعاء بان الصين تمارس عمليه هضم او قضم لهونغ كونغ، وفي حين ان هونغ كونغ هي ارض صينيه وهي منطقه صينيه. الصين تحافظ بشكل كبير على النظام الخاص وال يعني الذي يحكم المنطقه هونغ كونغ، وتدعو دول العالم الى مراقبه ما يحصل من بعين منفتحه وليس بعين تضع القضايا المشاريع الكبرى، مشاريع استراتيجيه الكبرى في ميزان العلاقات الصينيه مع هونغ كونغ. ونتمنى ان تكون الولايات المتحده الامريكيه بعيده عن اثاره المشاكل في هونغ كونغ وفي تايوان ايضا، لان تايوان قضيه اخطر الى حد ما من هونغ كونغ، ونرى ان محاوله الولايات المتحده الامريكيه دفع تايوان الى الاستقلال ستؤدي الى كوارث كبرى حتى عسكريه على منطقه الشرق الاسيا وربما على العالم كله. طيب سيد محمود، وأنت مدير موقع الصين بعيون عربية، حدثنا عن آخر التطورات في التعاون خاصة الاقتصادي بين الصين وبين المنطقة العربية، يعني في الفترة السابقة شهدنا تعاون مكثف، عدد من بروتوكولات التعاون تم توقيعها في عدة مجالات اقتصادية، ما التطورات في هذا الشأن؟ هناك الكثير من الخطوات الإيجابية والكبيرة بين الصين والدول العربية مجتمعة، يعني كجامعة الدول العربية، وأيضا بين الصين والدول العربية متفرقة، خصوصا بالتحديد مصر، أكثر ما يكون مصر والسعودية والإمارات وقريبا العراق كما يبدو وغيرها من هذه الدول. ولكن يعني هناك مشكلة كبيرة تقف في وجه هذا التعاون الاقتصادي الذي يمكن أن يكون مفيدا جدا، وهو بالفعل مفيد جدا للدول العربية وللصين بناء على سياسه رابح رابح التي تعتمدها الصين في التعاون مع الدول، وهي مشكله ان يحسم العرب خيارهم في طريقه التعامل مع الصين وعدم الخضوع للضغوط التي تمارس عليهم لمنعهم من تعميق هذا التعاون ولتزويره ومن الاستفاده منه بشكل مطلق. هناك كما نعلم دول لا يروقها ان تكون العلاقات الاقتصاديه العربيه الصينيه هذا المستوى من التقدم والاستراتيجيه، هناك شراكات. طيب الى اي مدى سيد محمود يعني في هذا الشان عندما نتحدث عن الاستثمارات الصينيه يمكن اعتبار ان جائحه فيروس كورونا اثرت على هذا التعاون بشكل او باخر او على هذه الاستثمارات الصينيه؟ الصين يعني تجاوزت ازمه فيروس كورونا وجائحه كورونا بشكل افضل من الكثير من دول العالم الاخرى وخصوصا الدول الكبرى. ولذلك نحن نشهد ان النمو الاقتصادي الصيني كان ايجابيا في سنه 2020 التي كانت بؤره الكارثه، في حين ان بعض الدول الاخرى نموها سلبي. فيجب ان يستفيد العرب من هذه الفرصه لكي يستفيدوا من الاستثمارات الصينيه
المليارية، يعني هي بتريليونات الدولارات المنتشرة في العالم، ولكن للأسف خطتنا في الدول العربية لا تزال بحدود 20 مليار دولار أو أكثر قليلا من هذه الاستثمارات. يجب أن تكون الاستثمارات الصينية يعني أن تكون هناك بيئة جاذبة في الدول العربية لهذه الاستثمارات، ونحن نشهد مثلا في مصر بناء الغرف الإدارية وبناء المصانع وبناء الكثير من المجالات وفي السعودية وفي غيرها، وأيضا في مشروعات البنى التحتية والكباري وما إلى ذلك. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي محمود ريا، مدير موقع الصين بعيون عربية، حدثتنا هاتفيا من بيروت.